فريق الطائي يعني قبل ما يتوقف الدوري مدة الأسبوعين يعني حقق نتائج جميلة جدا ومبكرة ورفعت من سقف التفاؤل، ولما وقف في النقطة السابعة وصعد إلى الترتيب رقم 11 بعد ما استوني في الدوري، لعب مباراته في الجولة الثامنة أمام أبها وفي مدينة حائل، وبالرغم المؤازرة الجماهيرية الكبيرة لكن للأسف أنه خسر هذه المباراة بهدف دون مغادرة. نعم. في المباراة الثانية كانت مباراة كبيرة جدا، مباراة جماهيرية بكل ما في الكلمة من معنى، بفريق الراغي الأهلي جدة، كلا الفريقين يتمتعان بجماهير كثيرة جدا، يعني كاد الأستاذ أن يمتلئ، و تقدم الأهلي بالهدف عن طريق كابتنه عمر السومة، وقبل أن ينتهي الشوط تعادل الطائي. هنا الجماعة فرحوا واستبشروا خيرا، ولكن جاء الهدف الثاني برأسية عمر السومة وحطمت الآمال. نعم. وقفت الطائي ورجعته إلى محور الخسائر مرة أخرى. فالآن وضع الفريق صعب جدا في ترتيب رقم 15. نعم. بسبع نقاط فقط، واليوم بيخوض مباراة قوية جدا مع فريق الليث الشباب. نعم. فريق الشباب وهو الآن يحتل المركز الثالث من 9 مباريات. نعم، ب 15 نقطة. ب 15 نقطة. نعم. ويأمل إنه بقدر المستطاع يتحصل على 3 نقاط عشان يصل للنقطة 18. نعم. في مصاف الصدارة مع الضمك والاتحاد.